الفكرة دي اختراع يا جماعة، مفيدة قوي وعملية. نستعين بأي حاجة كده ارتفاعها مناسب عشان ناخد المقاس اللي احنا عاوزينه، نسند القلم عليها ونحرك الإزاز، وباستخدام القطر بتخلص من الجزء ده. بعدين بسويها بالمقص عشان اشيل اي زيادات، وضروري نستخدم الحرارة عشان الحرف ده ما يبقاش حاد ويأذيكم. هاتوا بقى اي نوع قماش نتني منه 1 سنتي من فوق، طبعا انا خيطته بس باللون الاسود عشان يبقى واضح معاكم. نقلب القماشة ونتنيها على بعض ونقفلها من الجنب كده، وكمان بخيطها من تحت وسبت الخيط فيها عشان اشدها بالشكل ده. نقلبها بقى وندخل الازازة. جبت شريط ستان رفيع، وكمان استخدمت بنسة الشعر دي عشان تساعدني ادخل الشريط ده في الجزء المتني اللي فوق، وبس كده بقت جاهزة. حطيت فيها الاقلام، انا كنت متحمسة بصراحة فما استنيتش ان انا زينها، وبعدين احط الاقلام. بس بعد كده زينتها، كتبت الاسم على الفوم ولزقته هنا كده، وبجد طلعت خطيره، ولا بقى تبوظ ولا تتكسر ولا اي حاجه. كمان لو خيطتوها بنفس لون القماش هيبقى شكلها احلى من كده.